حديث لا أذكر الناس حدنا المعنى. أي نعم، الملك اللي مكلف بالأرحام اللي يكتب حديث الملك المكلف بالأرحام الذي يكتب هذا سعيد أم شقي. نعم. نريد شرحه، نريد شرحه فقط. إيش أصعب شيء؟ شرح ما هو ظاهر، لكن أنت تقصد شيئا يعني والذكر خصوتيه باينة، فهذا يعني يدرسه الطلبة انه كيف الله عز وجل يعلم ما في الارحام وهنا يناقض. شو هذا يا رجل؟ تشرق وتغرب، ايش هذا؟ ايش الفوضى في الكلام؟ مرة بتقول ايهما قبل وايهما بعد، بعدين اكتشفوا كذا، بعدين شافوا الخصيتين، ايه هذا؟ انا مش فاهم انت ماذا تريد بهذا السؤال. الله يهديك، صنف صنف سؤالك في ذهنك ثم اطرحه امام الناس حتى يفهم عنك. والله انا ما فهمت ماذا تعني. اصبر شوي، هل تستطيع ان تعبر عما في نفسك؟ اذا كنت لا تستطيع استريح وفكر وخلي الدور لغيرك. انت بتعبر عنه، تفضل. يقول الحديث لخمس لا يعلمهن الا الله. لا، هو ما ذكر حديث خمس، هذا من عندك. انا اشرح مع كلام يعني اقصد. يقول اليس مخالف يعني ما توصل اليه الصبح؟ هذا ما يقصد، هذا تقصده؟ هذا انت تفعل كما كان بعض المحدثين، يلقن المحدث فيتلقن فيصبح ضعيفا هو. اسمعوا يا اخوانا، نحن الان انتهى وقتنا وعندنا اجتماع ثاني. انا ما اروح انام بالرغم اني تعبان، عندنا اجتماع خاص مع بعض الاخوان وقد اعطيناكم ساعة من الزمان وزادت الساعة دقائق أخرى. يا الله، سبحانك اللهم وبحمدك. استغفر الله.